العرب بغياب السعودية يدعون إلى عقد جنيف 2 والجربة يشترط. إعلان إيران دولة محتلة لسوريا. في الخاص من القاهرة، مرسي بين قضبان المحكمة اليوم، والمكان متغير لدواع أمنية. استهداف جندي من سكان جبل محسن في القبة، والجيش يدهم بحثا عن الفاعلين. عون لمحامي التيار. مسؤولين عن الأمن عم يحتقروا شعبهم. صباح الخير. دعم لجنيف 2 ورفض معارض تحت سقف جامعة عربية واحدة. فوزراء الخارجية أيدوا التوجه إلى الحل السلمي في المؤتمر الدولي، لكن الائتلاف المعارض وضع شروطا تعلق جنيف على حبال الهواء. غابت السعودية عن الاجتماع العربي، لكن أحمد الجربة قام بالواجب وأكثر، وأعلن إيران دولة محتلة لسوريا رافضا مشاركتها في جنيف. واستكمل الجربة مهاما عسكرية تولتها المملكة، فأكد القتال حتى آخر رمق. سياسيا، وفي يوم الكسوف الجزئي انخسف جون كيري كليا وخفض من كبريائه على سطح الأرض ليطرق أبوابا عربية سبق وناصبته القطيعة. هو حط في مصر، وكلام وزير خارجيتها نبيل فهمي لم يجف حبره بعد عن علاقة مضطربة مع أمريكا بسبب وقف المساعدات. وهو حج إلى السعودية بعدما أقامت مملكة بندر الحد على الإدارة الأمريكية. وفي كلا الزيارتين يبذل كيري مجهودا كبيرا لتدخير كمية من الدجل السياسي الذي سيصرفه على الدولتين، وما يتوافر منه سيوزعه على 9 دول عربية أخرى سوف يزورها. قد تكون وظيفة ناظر الدبلوماسية الأمريكية نسج الاحتيال وأتقان الخدع السياسية، لكن المشكلة في عرب لا يملكون إلا أن يصدقوه ويمنحوه حق تقرير المصير. إذن وزراء الخارجية العرب أكدوا ضرورة عقد مؤتمر جنيف 2 ودعموا الحل السلمي للأزمة السورية، أما المعارضة فرفضت مشاركة إيران في المؤتمر. ناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بندا واحدا يتعلق بتطورات الأزمة السورية. وفي الجلسة الافتتاحية دعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى الاستجابة لطموحات الشعب السوري إلى إقامة نظام ديمقراطي غير قائم على التمييز بين المواطنين مع المحافظة على وحدة سوريا، مشددا على أهمية عقد مؤتمر جنيف 2 باعتباره الخيار الوحيد والمتاح لعلاج الأزمة السورية. بمطالبة مجلس الأمن عدة مرات منذ أول إبريل نيسان من العام الماضي ومطالبتي بإصدار قرار لوقف القتال وحقن دماء السوريين، وذلك وللأسف في ضوء عدم نجاح الجهود الدولية والعربية حتى الآن في تحقيق هذا الهدف. ثالثا، التحرك لإقرار حل سياسي للأزمة السورية بدءا من المبادرة العربية التي أطلقها مجلسكم في شهر آب أغسطس 2011. وأمل وزير الخارجية القطري خالد العطية ألا يكون مؤتمر جنيف 2 فرصة للنظام لممارسة التسويف، مطالبا بتسريع عملية الانتقال السياسي في سوريا. لذا لا ينبغي أن يكون عقد مؤتمر جنيف فرصة أخرى للتسويف والمماطلة التي دأب عليها النظام السوري منذ بداية هذه الأزمة، بل يتعين تحقيق إرادة الشعب السوري بالتوصل إلى تسوية سياسية عاجلة تحقق للسوريين تطلعاتهم المشروعة عبر إنشاء سلطة انتقالية تنقل إليها كافة الصلاحيات بما فيها العسكرية وجميع الأجهزة الأمنية تضع حداً نهائياً لهذه الأزمة. رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة أعلن رفض المعارضة السورية حضور إيران مؤتمر جنيف 2، مؤكدا أن مشاركة المعارضة السورية في المؤتمر مرتبطة بجدول زمني محدد لرحيل النظام. إعلان إيران دولة محتلة لسوريا ومطالبتها بسحب حرسها الثوري ومرتزقتها من الأراضي السورية قبل السير بمقاطعتها. ثانيا، إعلان ميليشيا حزب الله المنتحر صفة لبناني
وميليشيات أبو الفضل العباس القادمة من العراق، منظمات إرهابية كونها ترتكب عمليات تطهير طائفي معلنة وموثقة، وتمارس عدوانا على دولة عربية مؤسسة في جامعة الدول العربية. ثالثا، وضع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن أمام مسؤولياتها. وتوقف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عند الاستهتار الإسرائيلي الذي بلغ حد الإهانة لمواقف الدول العربية، مؤكدا أن قضية الاستيطان سترفع إلى الأمم المتحدة، وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل من تهويد سيؤدي إلى تهجير آلاف المقدسيين خارج القدس، لافتا إلى أن خطتها لتهويد المسجد الأقصى تشمل إقامة صلوات يهودية فيه. نائب رئيس الحكومة السوري المقال قدري جميل أكد من برنامج الأسبوع في ساعة أن قرار إقالته أصبح وراءه، وهو عائد إلى دمشق للعمل من موقعه كنائب في مجلس الشعب السوري. راجع الشام بعد كم يوم، بشوفه ومنحكي مباشرة تيت أتيت، أحسن الاتصالات التليفونية التي لا تغني عن جوع. تاريخ تقريبي بعد في هلا انا موجود برا لانه في التزامات لها علاقه بالتحضيرات لجنيف 2 الذي اعتبره قد بدا فعليا، واذا كان رح يصير جلسه يعلن عنها انها جنيف فهي الجلسه الختاميه وتتويج لكل هذا الحراك الذي نراه امامنا اليوم. في عنا جمله من الاتصالات، بعد بكره حتبلش بجنيف مع الامم المتحده، بعدين الروس عندهم نشاط واسع ينظمونه مع اطراف المعارضه السوريه كما فهمت. نعم. هذا النشاط بده يصير بموسكو على الأرجح، أو ممكن يكون بمكان آخر، بمعنى قبل 10 بالشهر ما لح تخلص هذه النشاطات، وأول ما تخلص أنا مستعجل أنزل اليوم قبل بكرة. الجيش السوري يحاول محاصرة المعارضة جنوبي العاصمة دمشق، وانشقاق جديد في صفوف المعارضة. شنت الطائرات السورية غارات على مناطق جنوبي دمشق في محاولة من الجيش النظامي محاصرة معاقل المعارضة هناك بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك في ثالث يوم من المعارك المحتدمة في تلك المنطقة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه المعارك يشارك فيها عناصر من حزب الله ومقاتلون من لواء أبو فضل العباس الذي يضم مقاتلين عراقيين. وقد ذكرت وكالة سانا أن وحدات من الجيش دمرت مراكز وأسلحة في حلب وريفها في عمليات نوعية، ونقلت عن مصدر عسكري أنه تم القضاء على مجموعات إرهابية مسلحة بكامل أفرادها في محيط سجن حلب المركزي ومشفى الكندي وقرى عدة. من جهة ثانية، أطلق مقاتلو المعارضة عددا من قذائف الهون على أحياء في وسط دمشق، وأشارت المعارضة إلى أن الغارات الجوية المكثفة جاءت بعد معارك عنيفة تدور على الأرض بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام التي تقصف القرى في مسعى منها لوقف تقدم قوات المعارضة باتجاه قرى جديدة لا سيما في منطقتي حما وحلب. وفي شمال شرقي البلاد، حقق مقاتلون أكراد تقدما في المعارك التي تدور مع مقاتلين مرتبطين بالقاعدة. إلى ذلك، أعلن قائد المجلس العسكري في حلب العقيد عبد الجبار العكيدي استقالته احتجاجا على ما وصفه بتخاذل المجتمع الدولي وتشرذم المعارضة. لقد أسقطت هذه الثورة المباركة آخر الأقنعة عن وجه المجتمع الدولي، فأسفل عن دمامة وجهه وقباحة قيمه ومدى تآمره على هذا الشعب وهذه الثورة. وأما أنتم يا من نصبتم أنفسكم أوصياء أولياء على هذا الشعب المكلوم ممن تسمون أنفسكم مجازا بالمعارضة والتي يفترض أنها تمثل الشعب السوري وثورته المباركة، فنقول لكم هنيئا لكم فنادقكم ومرحى لكم مناصبكم، فوالله إنكم بالكاد تمثلون أنفسكم. سياسيا، وفي أول رد فعل سوري على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مصر، نقلت وكالة سانا السورية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين إن التصريحات التي أدلى بها كيري من شأنها إفشال مؤتمر جنيف قبل انعقاده، وهي تشكل تدخلا سافرا في الشؤون السورية واعتداء على حق الشعب السوري في تحديد مستقبله. وأضاف المصدر: إذا كانت الولايات المتحدة صادقة في التعاون مع روسيا الاتحادية لرعاية مؤتمر جنيف، فإن على كيري أن يفهم أن الشعب السوري وحده صاحب الحق في اختيار قياديه ومستقبله السياسي من دون أي تدخل خارجي.
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مصر ضمن جولة إقليمية مطولة، تأكيد على صداقة متينة لا يهددها انقطاع نبع المساعدات وتصريحات مثيرة للجدل بشأن سوريا. في زيارة هي الأولى منذ عزل الرئيس محمد مرسي، وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى مصر، حيث المحطة الأولى في جولته الأقليمية. الزيارة التي تأتي عشية محاكمة مرسي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية، لا سيما بعد التوتر الذي أحدثه تلويح واشنطن المتكرر بتجميد مساعداتها لمصر. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري نبيل فهمي، طمأن كيري إلى أن الولايات المتحدة مصممة على مواصلة العمل مع الحكومة المصرية المؤقتة، مشددا على شراكة مع المصريين لا يمكن اختصارها بالمساعدات. Let me make it clear here today. لتكن الأمور واضحة هنا، الرئيس أوباما والشعب الأمريكي يدعمون شعب مصر، نؤمن أن هناك علاقة حيوية بيننا. أريد أن أصرح بوضوح أن الولايات المتحدة تندد بكل أشكال العنف. لقد نددنا بالعنف ضد الكنائس والمصلين وضد رجال الشرطة. ودعوني أقول إننا ناقشنا بإيجاز موضوع القرارات الأخيرة المتعلقة بالمساعدات الأمريكية لمصر، وقد اتفقنا على أن العلاقة الأمريكية المصرية لا يمكن أن تعرف فقط من خلال المساعدات، هناك أمور أكبر بكثير تحدد هذه العلاقة. الولايات المتحدة سوف تستمر بتقديم الدعم الذي تحتاجه مصر في مجال تطوير القطاع الخاص وتأمين حدودها ومكافحة الإرهاب، لا سيما في سيناء وتأمين الحدود. تحولت العلاقات الثنائية بإيجابية، وكانت فرصة لكي أقوم بشرح الصوت المصري، القرار المصري بالنسبة للديمقراطية في المستقبل، وتطلع مصر أن تكون من الدول الرائدة ديمقراطيا في ما هو قادم. هذا التزام من شعب وقف مرتين في ثورتين في أقل من عامين ونصف، وهو التزام وطني الكل ملتزم به في المرحلة القادمة. نسعى جميعا إلى استئناف العلاقات بالشكل الإيجابي المعتاد، وأننا سنعمل سويا في هذا التوجه. وقد أشار الوزير الأمريكي تحديدا إلى اقتراح مصري قبلته المتحدة حول الحوار، ونشكرهم على ذلك. والتقى كيري الجنرال عبد الفتاح السيسي وفعاليات من المجتمع المدني ناقش معهم هواجسهم بشأن انتهاك حقوق الإنسان في مصر. وأثارت تصريحات كيري بشأن سوريا ردود فعل مستنكرة، حيث قال إن الأسد لا يمكنه أن يكون جزءا من الحكومة الانتقالية بسبب فقدانه لسلطته المعنوية، ولا أحد لديه إجابة على سؤال كيف يمكن إنهاء الحرب طالما أن الأسد موجود هناك في السلطة. المحطة الثانية لكيري هي السعودية، التي تعد الأكثر حساسية في جولته المطولة على ضوء الخلافات المتصاعدة بين الحليفين، وذلك بسبب الصراع السوري والتقارب الأمريكي الإيراني الذي نتج عنه تخلي الرياض عن سياستها الهادئة ورفض المقعد في مجلس الأمن. وعلى جدول كيري لقاء مع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز لتخفيف حدة هذا التوتر، في وقت صرح كيري بأن هناك ربما خلافات مع السعودية ولكنها تتعلق بالتكتيك وليس بالهدف. تبدأ اليوم محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في تهمة قتل المتظاهرين. التلفزيون المصري لن يذيع المحاكمة مباشرة، إنما مسجلة، منعا لصدور أي كلام مباشر عن مرسي. رسالة من القاهرة عن التحضيرات للمحاكمة مع منى عشماوي. المعزول في القفص غدا، هكذا عنونت أغلب الصحف المصرية اليوم متحدثة عن محاكمة محمد مرسي وأربعة عشر من القياديين البارزين في جماعة الإخوان المسلمين، لعل على رأسهم محمد البلتاجي وعصام العريان، بتهمة التحريض وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية منذ عام تقريبا. وذكرت مصادر قضائية وأمنية أن هناك تعليمات مشددة صدرت للمسؤولين عن نقل المتهمين وتأمين قاعة المحاكمة، حيث تتضارب المعلومات حتى الآن عن مكان المحاكمة، فبعد أن كانت بداخل مقر معهد أمناء الشرطة القريب من سجن طرى الشهير، حيث قام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بجولة اليوم لتفقد مكان المحاكمة وإعطاء أوامر بتأمين القاعة والفصل بين المتهمين داخل القفص، إلا أنه تم تغيير المكان لتنقل المحاكمة بأوامر من الأمن إلى مكان محاكمة مبارك بأكاديمية الشرطة، وربما في الغد نفاجأ بأنها نقلت إلى مكان ثالث. لو كان معانا سلاح كنا استخدمناهم في رابعة، ما كانش يوصل عدد الشهداء
حسب ما ورد لنا من معلومات إلى الآن 11,000 جثة، 11,000 شهيد، ده يرضي مين؟ وسائل الإعلام إيه يا أستاذ؟ وسائل الإعلام اللي أول ما صدقت في أسامي إيه؟ في أكتر من 5,000 جثة مجهول لغاية إلى الآن. يرفض مرسي حتى الآن أن يدافع عنه أي محامي، ويطالب بإلقاء خطبة للدفاع عن نفسه أمام هيئة المستشارين برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف داخل قاعة المحكمة، الأمر الذي مشكوك في أن تقبله هيئة المحكمة التي ستجد أنه عبارة عن رسالة تحريض سياسية سيلقيها مرسي لأنصاره في الشارع. يواجه مرسي والجماعة تهما من شأنها لف حبل المشنقة حول رقبة مرسي، حيث لدى أجهزة الأمن دلائل ووثائق تثبت بأنه اتصل بالمرشد يطلب منه إرسال ميليشيات إخوانية لفض الاعتصام حول قصر الاتحادية بعد أن رفض رئيس الحرس الجمهوري فض الاعتصام بالقوة كما طالبه مرسي، الأمر الذي أدى إلى قتل العشرات وإصابة المئات أمام البوابة الرابعة للقصر الجمهوري. مرسي بلا شك لازم يحضر المحكمة، لأن الدولة المصرية لازم تثبت قوتها ولازم تثبت قدرتها ولازم تبين أنها لها قوة سلطة ولها قدرة على فرض القانون داخل الدولة، ودي علامة مؤكدة على قوة الدولة المصرية. وصول مرسي غدا هيثبت هذه الحقيقة. زيارة قصيرة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري جاءت قبل موعدها المزمع بيومين لتتزامن مع محاكمة مرسي، يؤكد فيها كيري تسليم الولايات المتحدة بخارطة المستقبل والواقع بعد ثورة يونيو، إلا أنها في داخلها تؤكد وقوف أمريكا بجانب مرسي وجماعته حتى الرمق الأخير، خاصة بعد تهديدات من قبل ابن خيرة الشاطر أنه لو أدينت الجماعة ستفتح الملفات المغلقة عن سر علاقة الإخوان بأمريكا وتورط أوباما في كثير من الأمور الشائكة في دولة الإخوان. محاكمة تطلق على نفسها محاكمة القرن الثانية لرئيس مصري ثاني في غضون 3 سنوات، إلا أن التوقعات على الأرض تقول بأن محاكمة المعزول محمد مرسي ستكون الأكثر شراسة وخطورة من محاكمة مبارك، وذلك لكثرة التفاصيل التي ستحويها أروقة هذه الجلسات والتي تم ترصدها وتعقبها من قبل الأمن الوطني خلال عام كامل من حكم مرسي تحسباً لهذه اللحظة. منى عشماوي الجديد من القاهرة. بعد الإعلان آخر اختراعات اللبنانيين دراجة مطوية. أهلا بكم من جديد. آخر التطورات في طرابلس بين التباني وجبل محسن، كلمة العماد عون أمام محامي التيار، وأخبار أخرى في هذه البانوراما المحلية. أفادت معلومات صحفية أن عددا من الأشخاص قاموا بإطلاق النار على العسكري في الجيش اللبناني دانيال شماس في شارع القبة في طرابلس، وأوضحت المصادر أن شماس وهو من سكان جبل محسن أصيب بداية بطلق ناري في قدمه، ومن ثم انهال المعتدون عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته بكدمات وجروح متعددة، وقد جرى نقله إلى المستشفى للمعالجة. كما سير الجيش دورياته وقام بسلسلة عمليات دهم في الريفا بحثا عن مطلوبين. وفي التبين الغليان على أشده، والسبب حملة التوقيفات على خلفية حادث إطلاق النار على ركاب حافلة من جبل محسن. هناك الجميع يتذرع بأن الأمن على التبين فقط، فيما الجبل يحتضن منفذي تفجيرات طرابلس ولا تطاله التوقيفات. إن تساهل الدولة وعدم قيامها بمسؤوليتها أودى إلى هذه الفوضى العارمة التي نراها ولا نرعاها. في السياسة الوضع أقل تشنجا. اجتماع سياسي نيابي مصبوغ بزرقة المستقبل في منزل النائب محمد كبارة عرض الاعتداءات المتكررة التي تطال المواطنين العلويين الآمنين، وآخرها ما حدث في الاعتداء على العمال العائدين من عملهم. استنكار الاعتداء الذي طال المواطنين الآمنين ودعوة القوى الأمنية إلى كشف وملاحقة مرتكبيها، وأكد والتأكيد على أن هذا الاعتداء غريب عن تاريخ وتقاليد وأخلاق وشيم أهالي مدينة طرابلس. ثانيا، إن الجيش والقوى الأمنية هي ضمان أمن المواطنين وسلمهم الأهلي، وأي اعتداء يطال أفرادها هو جزء من المؤامرة على أمن المدينة.
سأل رئيس دكاترة التغيير والإصلاح أن ميشيل عون لم نسمع أي اعتراض من المحامين على الانقلاب الذي قام به مجلس النواب ومدد لنفسه. أصبحنا مجبورين أن نمدد للبنان كوطن يجب أن نخلص من المهزلة. وقال مسؤوليتنا كشعب أن لا يجب أن نعمم أن كل السياسيين زعران. كفى مهزلة غير مقبول اليوم إطلاقاً أنه نحن نعيش هالمسخرة وتصرف اللي حاكمين حاليا وخاصة المسؤولين على الأمن عم يحتقروا شعبهم عم يستسخفوه. نحن منا خفيف، هن الخفيف. ردا على سؤال حول من يتحمل المسؤولية إذا تعذر تأليف الحكومة قوى الثامن أو الرابع عشر من أذار أو الرئيس المكلف أو رئيس الجمهورية، رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تحميل أي فريق للمسؤولية وقال: نحن جميعا مخطئون وأنا أحدهم، لكنني أعرف تماما أن العرقلة هي من قوى الرابع عشر من أذار وأن تيار المستقبل يعطل اجتماع مجلس الوزراء. شيعت قيادة الجيش وأبناء بلدة قاع الريم زحلي العريف شربل تنوري الذي استشهد صباح أمس أثناء تنفيذ دورية من الجيش مهمة حفظ أمن واستقرار في محل الدار الواسعة بعلبك. وقد قلدته قيادة الجيش أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه ولمناسبة حلول رأس السنة الهجرية وذكرى عاشوراء بشرت وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في محيط أماكن احتفالات السنة الهجرية ومجالس العزاء وحول دور العبادة والأسواق التجارية والمرافق السياحية، وذلك لطمأنة المواطنين والحفاظ على السلام العامة. وقد شملت هذه التدابير انتشارا للعناصر وتسيير دوريات وإقامة حواجز ثابتة ومتحركة وتركيز نقاط مراقبة. لبناني يطلق مشروعه لصناعة دراجة هوائية يمكن التحكم في حجمها وركنها حتى في درج المكتب. لأن شوارع بيروت ضاقت بسياراتها ولأن السيارة كما الدراجة النارية لا يمكن لكثير من الناس تحمل تكلفتها ولأن الدراجة الهوائية بشكلها التقليدي ليست عملية بالحد الكافي، كانت فكرة هذه الدراجة البلاستيكية. بدي شيء ينحمل معي، فوتوا معي على الجامعة، على المكتب، طلعوا عند رفيقي، ما يكلفني كتير. قبل قلت إنه كنت على أساس بدي أشتري بسكليت بس واشتغل على مشاريع تانية، قلت لا، بجرب أعمل بسكليت وحجرب أعمل بسكليت تنطوى، بس قلت نجرب نعمل شيء مختلف. وهون فكرة الهبلس ويلز إجت، التوليب الفارغة. اللي بس هي عبارة عن رينجز بيمشوا على بعض. لقينا كتير ديزاينز هيك أونلاين من أفكار كتير أرتست صغيرنا بس منا موجودة بالحياة in real life. فكرة نور أطلقها خلال اليومين الماضيين على موقع زوما لجمع التبرعات بهدف تأمين 13 ألف دولار هي ثمن صناعة النموذج الأولي للدراجة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من المتحمسين للفكرة ومنهم شريك نور نبيل طبش. البداية مع التبرعات كانت مشجعة وهو ما يدفع نور للتفاؤل بشأن إنهاء الدراجة خلال شهر ونصف، ولكن ماذا بعد ذلك؟ ما في عنا بلانز محددة شو حنعمل فيه، but we're open to options. فينا نعمله available manufacturing، نحنا نعمله custom made، أو فينا نعطي لايسنس، نبيع لايسنس لحدا لشركة بتقدر تصنعه. يؤكد نور على أن الدراجة تتوافق مع أقصى درجات الحماية الشخصية، لكن أهميتها تنبع بشكل أساسي من نشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية في لبنان بأقل إرباك ممكن. مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تجدد دعمها لمشروع كفالة مجموعة من الأيتام في صندوق الزكاة في لبنان. لمناسبة ذكرى الهجرة النبوية قامت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدي بزيارة إلى صندوق الزكاة في لبنان التابع لدار الفتوى، وذلك في مقر الصندوق في منطقة عائشة بكار في بيروت، حيث جددت دعم مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية لمشروع كفالة مجموعة من الأيتام. وكان في استقبال الوزيرة الصلح رئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة الدكتور عماد عيتاني ومدير عام الصندوق الشيخ زهير كبي بحضور عقيلة مفتي الجمهورية اللبنانية منى قباني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. إنها زيارة تقليدية لهذا الصرح الديني والإنساني، ومحطة للتواصل مع مؤسسة عريقة وجدت لتسهل للمسلمين تأدية ركن أساس من أركان الإسلام الخمس. الإسلام أوصى، وليس كل من صلى ذكى، وليس كل من آمن أعطى. فالأمة محتاجة والأغنياء كثر، والأطفال اليتامى لا ذنب لهم لحجب أي مساعدة عنهم، وبالذات كلامي موجه إلى الصناديق العربية. بالمناسبة بدي أغتنم الفرصة لأدعو أبناء الطائفة الواحدة وبالتحديد القيمين عليها إلى طي صفحة الخلافات والتراشق الإعلامي الذي بات مبتذلاً وغير مقبولاً، إذ لا يجوز الاستمرار من نشر غسيل. أدعوكم إلى كلمة سواء حرصاً على مصالح أبناء هذه الطائفة. إذا بدنا نفكر إسلامياً وسنياً بالذات، نحن عين أصبحنا اليوم مؤسسات سنية في إفلاس تصاعدي. وأين سنة بيروت؟ في عرمون، من وراء التسلط، من وراء الخلافات والنزاعات اللي عم بتصير ضمن الطائفة السنية، فهيدا حرام. فنحن بدنا نجمع، نحن ما بدنا نفرق يا أخوان. شكراً لكم وعز الله لبنان. تخلل الاحتفال أناشيد ومدائح نبوية لمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، والتقطت الصور التذكارية للوزيرة الصلح مع عدد من الأطفال وحشد من الفعاليات البيروتية وأعضاء صندوق الزكاة. بعد الإعلان، عسل غزة الأخضر لا يكفي القطاع. أهلا بكم من جديد. كسوف مختلط، ظاهرة نادرة شهدتها الأرض بين كسوف كلي في مناطق وجزئي في أخرى، ومنها الشرق الأوسط وبالتالي لبنان. نادر هو الكسوف الذي شهدته معظم المناطق على الكرة الأرضية، والذي شغل عالم الفلك أكثر من ساعة ونصف الساعة. هذه الظاهرة تعد نادرة لأن هذا الكسوف يسمى الهجين أو المختلط، فهو يحدث في نوعين من الكسوف، يبدأ بالحلقي ثم يصبح كلياً ويعود بعدها حلقياً من جديد. ويحدث كسوف الشمس في أواخر الأشهر القمرية قبل دخول الشهر القمري الجديد، فيحجب القمر أشعة الشمس ويمنعها من الوصول إلى الأرض، ويقع ظله على سطح الأرض لتراه العين كسوفاً كلياً أو جزئياً أو حلقياً تبعاً لموقع المشاهد الجغرافي على الأرض. نهار الأحد وعند الساعة 12 بتوقيت غرينتش، استطاع عدد كبير من السكان أن يشاهدوا هذه الظاهرة التي لن تتكرر إلا بعد 14 عاماً، فيما استأثرت منطقة التقاء خط الاستواء مع خط طول صفر خط غرينتش الذي يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين بالأنواع الثلاثة للكسوف، وهي الكلي والجزئي والحلقي، وهو الأمر الذي لن يحدث مرة أخرى إلا بعد مرور 110 أعوام. الكسوف الكلي للشمس بدأ باتجاه الشرق في أفريقيا، وأفضل رؤية لهذا الكسوف في اليابسة كان في وسط الجابون. الكسوف الجزئي تمكنت من رؤيته مناطق أوسع نطاقاً، وشملت شرقي أمريكا الشمالية وشمالي أمريكا الجنوبية وجنوبي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وقد حذر الخبراء من مغبة محاولة مشاهدة الشمس بالعين المجردة. وفي حين حجبت الشمس تماماً عن القمر في بعض الأماكن، صورت كأنها حلقة من الضوء حول القرص الأسود للقمر في أماكن أخرى، ليبدو المشهد وكأن القمر يأكل الشمس. وفي الشرق الأوسط شهدت سماء المنطقة كسوفاً جزئياً، وتمكن سكان ليبيا والسعودية والبحرين من رؤيته بالعين المجردة، فيما خيم ظلام طفيف خلال فترة الكسوف. لبنان أيضاً شهدت سماءه كسوفاً جزئياً، لكن الغيوم المتناثرة في المناطق جعلت من الصعب لمس هذه الظاهرة، غير أن العدسة استطاعت التقاطها بسهولة. إشارة إلى أن الفترة الزمنية الكسوف الجزئي استمرت 1:40 تقريباً، أما الكسوف الكلي فتراوح من 50 ثانية إلى دقيقة. سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في غزة، وكتائب عز الدين القسام تعلن استيلاءها عليها. تحطمت طائرة صغيرة من دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي لدى تحليقها في أجواء قطاع غزة، وأعلنت كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الاستيلاء عليها. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية بأن الطائرة من طراز سكايلارك يبلغ وزنها حوالي 7 كيلوغرامات تستخدم لاستقاء المعلومات على الصعيد التكتيكي. وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرانوت نقل عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تأكيده سقوط إحدى طائراته الاستطلاعية فوق غزة خلال عملية ميدانية،
مشيرا إلى أن عطلا فنيا تسبب بسقوطها وأن التحقيق جار في الحادثة. بدورها أكدت كتائب عز الدين القسام عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر مسؤوليتها عن إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار شمال قطاع غزة بعد أن أسقطتها في منطقة مفتوحة شمال القطاع. وبحسب مصادر فلسطينية فإن الطائرة الإسرائيلية لم تسقط نتيجة خلل فني وإنما جرى إسقاطها. موسم الزيتون هذا العام في غزة خالف طموحات الغزيين، والسبب الأحوال الجوية وحقد الاحتلال الإسرائيلي على القطاع وأهله. الرمح بعود الزيت وانتو يا ناشام منه واحنا شباب فلسطين والنعم والنعمتين. لكن المعاناة مرتبطة بالحالة أيضا، فهناك نقص واضح في معدات إنتاج الزيتون فضلا عن منع قوات الاحتلال الإسرائيلية المزارعين من الاقتراب من حقولهم المحاذية للخط الحدودي شرق القطاع وشماله. بالنسبة لموسم قطف الزيتون هو هذا بده أيدي عاملة كثيرة، ويعني بحتاج فيها المزارع لمساعدة من اللي متطوعين واللي بعمل المبادرات هذه. ونحن نقطف ثمار الزيتون شمال بلدة بيت حنون، استهدف الاحتلال الإسرائيلي المتطوعين، وكان من بيننا هناك أيضا متضامنين من حركة التضامن الدولي، ولن تشفع لنا الصرخات التي كان يطلقها المتضامنين الأجانب عبر مكبر صوت صغير يحمل باليد. ناتج موسم الزيتون يشكل مصدر رزق مهم لآلاف العائلات التي تعتش منه طوال العام. كفالة إحياء للتراث الفلسطيني والعادات والتقاليد الشعبية، تنظم هذه المبادرات الشبابية المحلية التطوعية لمساعدة المزارعين في قطف محاصيلهم ودعم صمودهم. إلا أن ثمة ما يسوء الخاطر هذا الموسم، وهو ضعف المحصول وقلة ثمار الزيتون. وبعد الانتهاء من الحقول يتوجه المزارعون إلى المعاصر لتحويل الفائض من الثمار إلى زيت. هناك تراجع واضح في الكميات المنتجة هذا العام يلمس داخل هذه المعصرة التي تشهد إقبالاً متدنياً. في المقابل ارتفعت أسعار الزيت إلى الضعف تقريباً، ما يقابله ضعف في القوة الشرائية لدى المستهلكين. الأحوال الجوية إجت غير مواتية لعقد زهرة الزيتون، أما الأشجار الكبيرة اللي لا تتأثر بالأحوال الجوية فهذه كان إلها نصيب الأسد في تجريف قوات الاحتلال للشجر. فلسطينيو غزة سيضطرون بالتالي لتغطية العجز في الزيت والزيتون باستيراده من الضفة الغربية، وهو الأمر الذي يصطدم بعراقيل أخرى سببها المعابر الإسرائيلية. الناس يعني بيعتمدوا على الله سبحانه على الناتج تاع الزيت والزيتون. يتوقع أن يصل إنتاج الزيتون في غزة هذا الموسم إلى 10,000 طن فقط، بعجز يبلغ 50% عن السنوات الماضية. حال الشجرة متراجع من حال أصحابها، لكنها تظل بالنسبة لهم رمزا لصمودهم وتشبثهم بأرضهم. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين. إلى عناوين صحف الاثنين 24 الثاني، والبداية مع النهار. كاري: الأسد ليس جزءا من المستقبل، الخلاف والسعودية على التكتيك لا على الهدف. لبنان لا يتردد في تلبية الدعوة إلى جنيف 2، سليمان رد على الدعوة إلى رئيس قوي. إسرائيل تبني 1859 وحدة استيطانية جديدة وتمضي في بناء الجدران حول حدودها. ننتقل إلى السفير. السفير تنشر وقائع اجتماع القاهرة لتغطية مشاركة الائتلاف العرب إلى جنيف 2 بقرار أمريكي. الهواجس تحاصر طرابلس والضاحية والمسيحيين، قلق عابر للطوائف والفراغ. مرسي على خطى مبارك: حاضر يا فندم. في عناوين الأخبار: الفيصل دعا إلى الاجتماع وغاب عنه، وزراء الخارجية العرب يدعمون جنيف 2. حماس: عودة إلى المحور. سهيل بوجي: الحاكم بأمره. عاشوراء وهاجس الأمن. في الأنوار: المفتي الشعار ونواب طرابلس: الاعتداء على أبناء جبل محسن جريمة نكراء. لبنان يعاين الكسوف الجزئي للشمس. وزير الخارجية الأمريكي في الرياض: خلافنا مع السعودية تكتيكي. كاري في القاهرة: لا دور للأسد في المرحلة الانتقالية. الجربة لوزراء الخارجية العرب: المعارضة السورية تصر على رحيل النظام. الديار عنونت: مجزرة هجرة وذبح المسيحيين وتدمير كنائسهم في المشرق العربي.
بري يدلي بأهم الكلام السياسي لمجلة الأمن العام. 8 و14 أذار، تشكيل الحكومة، الحوار، الوضع السوري، الاستحقاق الرئاسي ودور المجلس. اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب، الوزير القطري: سوريا تسوف وتماطل. الرياض تفتح أبوابها لسليمان، الزيارة ستتم في بحر الأسبوع المقبل. الجيش السوري يواصل تقدمه في حلب وريفها. المستقبل عنونت: الجربة يرفض مشاركة المحتل الإيراني، والجامعة العربية تشجعه على حضور جنيف 2. الولايات المتحدة تؤكد الاتفاق في الأهداف مع السعودية. كاري يبحث العلاقات الاستراتيجية مع السيسي ويؤكد الشراكة مع مصر بأوضح العبارات وأشدها. الرياض ترى مساندة القاهرة واجبا قوميا ودينيا. نتنياهو يقرر بناء جدار على طول الحدود مع الأردن في الأغوار. ننتقل إلى البناء. الرفض الواسع أسقط محاولة دفع طرابلس للفتنة، والجيش يلاحق المعتدين. زيارة سليمان للسعودية مؤشر لتشكيل الحكومة، وبري يحمل 14 أذار مسؤولية العرقلة. الاجتماع التحضيري غدا يحدد موعد جنيف 2، ولبنان دعي لحضوره. كاري في الرياض للقاء مسؤوليها، فهل يروض الغضب السعودي؟ الاحتلال يطرح بناء 1859 وحدة استيطانية جديدة. القسام تستولي على طائرة استطلاع للعدو. عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره المصري وزير خارجية أمريكا: القاهرة شريك حيوي. في اللواء اليوم: طرابلس تنجو من الفوضى وتوقيف متورط في استهداف فان جبل محسن. اتصالات بين بعبدة والرياض لترتيب موعد جديد لزيارة سليمان. تغطية عربية للمعارضة للمشاركة في جنيف 2. الجربة لإطار زمني لرحيل الأسد واستقالة رئيس المجلس العسكري لحلب في الجيش الحر. كاري في الرياض بعد القاهرة لإصلاح العلاقات. الخلافات مع السعودية حول سوريا تكتيكية. البلد عنونت: طرابلس ترفع الغطاء عن المعتدين والجيش يداهم. جولة رباعية الدفع: الوزراء العرب يسعون لجنيف 2 بمشاركة المعارضة. إسرائيل تعتزم زيادة الاستيطان. بالانتقال إلى الجمهورية: كاري استبق وصوله الرياض بالتأكيد ألا دور للأسد في المرحلة المقبلة، ودمشق ترد. حزب الله: بعض الوجوه بدأ يتغير. زيارة كسر الجليد بعد دخوله في التفاصيل: جنيف 2 نحو التأجيل. صفقة تلزيم مشبوهة في وزارة العمل تحرك هيئات الرقابة. إلى الشرق الأوسط: وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى الرياض والأمير سعود الفيصل في مقدمة مستقبليه. كاري: قادة الجيش المصري مستعدون لإرساء الديمقراطية. الجربة يطالب بجدول زمني لرحيل الأسد ويرفض مشاركة إيران في جنيف 2. مساع قطرية لتسوية خلافات الحر السوري. أكثر من 100 قتيل في معارك الحوثيين والسلفيين في دماج. لجنة الرئاسة اليمنية: المواجهات في صعدة جريمة حرب. الشيخ جابر المبارك يستقبل رئيس وزراء العراق اليوم، ثاني طلب استجواب لوزير كويتي وثلاثة في الطريق. ونختم مع عناوين الحياة: كاري في السعودية ومحادثاته تركز على العلاقات الثنائية والملف السوري. دعم أمريكي للسلطة المصرية الانتقالية قبل محاكمة مرسي اليوم. سلم إلى العربي لائحة مطالب قبل حضور مجلس الجامعة. الأعكادي يستقيل منتقدا التآمر الدولي وأمراء الحرب في سوريا. الائتلاف يرفض أي دور إيراني في جنيف 2. تحديد هوية مرتكبيها وتوقيف 2 منهم. لبنان إجماع على إدانة جريمة طرابلس، وملاحقة قناصين يستهدفون الجيش. وفي ختام النشرة تذكير بعناوينها: العرب بغياب السعودية يدعون إلى عقد جنيف 2، والجربة يشترط إعلان إيران دولة محتلة لسوريا. في الخاص من القاهرة: مرسي بين قضبان المحكمة اليوم. والمكان متغير لدواع أمنية. استهداف جندي من سكان جبل محسن في القبة، والجيش يدهم بحثا عن الفاعلين. عون لمحامي التيار. مسؤولين على الأمن عم يحتقروا شعبهم.
ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.